لحبي حملوك حتى الأخطاء متاع الرئيس السابق باعتبارك كنت كاتبها. والله بالضبط الأحباء يلزمهم يعرفوا أني كنت كاتب عام، ما كنتش رئيس النادي. الكاتب عام هو مكلف بالعقود. لا لا لا, لا ما عندي حتى عقد في خطأ، والدليل على ذي مش دليل، هو بديهية، حاجة بديهية. راو كي يبدأ عقد غالط الجامعة التونسية لكرة القدم تعمل له الروجي نتاعو، ما تقبلوش معناها ترفضوا. لا ماهوش غلط شكلا، هو غلط في امور، في امور فلوس. لا 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 امور فلوس، امور فلوس ما ثم حتى كاتب عام يناقش المبالغ المالية، سورتو كي يبدا الرئيس هو اللي يخلص. ما تحطش كلوز مثلا للملاعبي، شنو كلوز؟ في صورة ما انك باش تفسخ او تاخذ مثلا 2 سالير و 3 سالير، هذا ما كانش موجود في. لا 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 ما ثماش هذايا، وما ثما في حتى عقد في القانون في القانون التونسي بالنسبة للاعبين. الحكاية هذايا نتاع 2 سالير و 3 سالير موجودة كان عند المدربين وفي العقد النموذجي نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم، ومعمول به بالنسبة للمدربين. ويظهر لي عندنا مدربين خرجوا وشكاوا وتصالحنا معاهم وحكمت لهم لجنة النزاعات بزوز وثلاثة أشهر. دونك نفو با ميلونجي لي بانسو، مدرب مدرب واللاعبين لاعبين. اللاعبين راهو ثم قانون الفيفا، ثم قانون الجامعة التونسية اللي ينطبق عليهم، عندهم أجر، عندهم بريم دو روندمون. بالنسبة لليزيترونجي مالوريزمون راهو الفيفا والفيفا والتاس ما تعتبرهاش بريم دو روندمون اون فونكسيون دو نومبر دو ماتش جوي، تعتبرك حطيت له بريم دو روندمون مثلا 300 مليون راهو باش ياخذها كاملة 300 مليون. مش تقول له لعب أربع ماتشات كيما اللاعبين التونسيين لعب ثلاثة من 20. حتى مدربين مثلا كرول سيموني خذوا مبالغ كبيرة كي خرجوا، ولو أنه سيموني مازال ما خلصش. هذوما عقود ما تمش تحريرها أولا في المستوى النادي الإفريقي، تم تحريرهم خارج النادي الإفريقي، خارج الهيئة المديرة للنادي الإفريقي، وأكتفي بهذا الجواب. أنت كاتب عام، أنا مو هكا تحمس وي كاتب عام سي مجدي. كاتب عام نمشي نطردوا المدرب؟ لا لا في العقود نحكي أمور العقود. إيه قلت لي لا 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 اسمعني اسمعني أمور عقود راهو المواضيع معقدة أكثر من هناك، صرحت قبل ونعودها، راهو مش كل العقود يقد تتقد في الكتابة العامة، تنجم تتقد في الكتابة العامة، تنجم تتقد في اللجنة القانونية، فهمتني؟ ماهيش معقدة ياسر. راهو الإشكالية نتاع العقود راهو الكتابة العامة، كي نقولوا الكتابة العامة إيسونسيلمون سي لا جيستيون كوتيديان دو كلوب، عندك هونت فوت باسكيت فولي مراسلات مع الولايه مع البلديه مع الجامعه مع الفيفا، هذا كل هذا دورك راهو الريال، مش تحرير العقود. تحرير العقود سي كيلكو شوز معناها زايده، ساعات قد انت ساعات يقوموا بها محامين، مانيش باش نقعد نسمي توا كل العقد شكون اللي كتبوا. نحن الاشكاليه نتاعنا في النادي الافريقي قلتها ونعودها، ناخذينا لاعبين ما خلصناهمش مالوريزمون في الانتوراج نتاع الكلوب افريكا، ثم ياسر زاد اللي دايرين بالكلوب افريكا من جهات مختلفة، اي سورتو معناها ثم مشاكل. اللي يبدا يعسلك على الجوار نتاعك عمال ثلاثة شهور ما خلصش، وهو كلوبيست في عوض يدخل بالصلح بينه وبين الجماعية، وكيفاش تقصوا لهم تسكر الطيارة ويخرجوا البرا ويشكل الفيفا. اما مهم، انت قلت ما نحبش نحكي كل واحد شكون كتبه، مهم كل واحد شكون كتبه. نعطيك اكزومبل مثلا اللي ما حبيش تجبده انت قبيليك، ما عوز الشابي هكا ولا السيد اللي قلت والجمعيه ونقصنا في الفلوس. انت هم نزاع بينا وبين انتهى انتهى مانيش باش نحكيو على الماضي. لا 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 مهم، زاد ما عطاك هذاك المبلغ 600 مليون 700 مليون خذاه، انت عملت له عقد نتاعو هكا ولا معز الشابي؟ ماهوش عقد معز الشابي، الموندا معز الشابي عنده ان موندا. ثم اسمعني راهو مش باش نخرجوا زاد لي زيشونج دو ميل بيني وبين رئيس النادي، راهو كي يجيك يقول لك اعمل كذا يلزمك تعمل، انت مهمتك باش تعمل، راه ماهوش اجتماع هيئه مديره ذي وباش نناقشوا، هذه حاجه. ثاني حاجه معز في الوقت هذاك يظل يجاب جوارات للنادي الافريقي وخدم على روحه، حتى الجوار منين راهو كان ياخذ عليه فلوس. لا 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 سبافري اللي قال لك الكلام هذا يكذب عليك، معناها اي جوار يجي للكلوب معز الشابي ياخذ عليه فلوس. لا 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 خذا كان على اللاعبين اللي جابهم معز الشابي، ما خذاش على لاعب فلوس على لاعبين. كم مبلغ خيالي معناها اللي خذاه، كان طلب مليون ونص، هو كان طلب هكا خذيه 600 700 قلت لي 600 620 مليون ومازال ما خذاهمش، وان شاء الله يتم ابرام صلح فيهم هما بيتو، ينجم يتنازل عليهم وينقص فيهم، يتنازل ينقص معز الشابي من ابناء النادي الافريقي وحر على روحه، وتصير هو خدمته، هذه خدمته. صار نزاع بينه وبين النادي الافريقي بطبيعه هو باش يدافع على مصالحه، لكن في اخر الامر هو في الانفيرونمون تاع الكلوب افريكا
وما نعتقدش بيناتنا إشكالية كبيرة.